التاني في ناس كتير جدا مبسوطه، ردود الافعال فايلر الجهاز المعاون كل المسؤولين في النادي الاهلي، الجماهير سعيده جدا بالتاهل، وبنسمع جدليه طول الوقت يا كابتن حماد مع التاهل ومع السبق في التهديف ومع كميه الفرص اللي اضعناها اللي كان ممكن تعمل لنا سكور قياسي في الثلث ساعه الاخيره من المباراه امام سان داونز. ناس مبسوطه جدا بتقول فايلر طول الوقت بيبين ان مدرب كرييتيف، عنده رؤيه، عنده فيجن، عنده تصور، وعنده تجديد او ابتكار في كل مباراه حتى في التغييرات او في التشكيل اللي بيبدا بيه، وناس تانية بتحلم بثبات التشكيل ما بين الروتيشن او تدوير اللاعبين اللي فايلر والجهاز بيقولوا انه اهم اسلحتنا حاليا، وبين رغبه الناس في انها تشوف تشكيل ثابت دايما بيبدا مباريات النادي الاهلي القويه والمهمه. حضرتك شايف الامور ازاي؟ بص خلينا نبدا في الاول ان الماتش الثاني اتعمل تشكيل مثالي، انا من وجهه نظري من افضل العناصر اللي كانت تقدر تادي هو لعب بيها مستر فايلر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو لعب بطريقه معينه بحيث ان هو عارف قوه نادي سان داونز في خط هجومه ونص ملعبه، بيلعبوا عندهم مهاره عاليه جدا، بيقدروا يوصلوا للمرمى بشكل مكثف، عندهم سرعات عاليه جدا، قدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، قدر ان هو حته ثلاثه في نص الملعب دي فرق كتير جدا مع الفريق، واعتمد على الثلاثي الهجومي اللي هو الاثنين تحت راس الحربه، اعتمد عليهم على سرعتهم لان هو كان بيعتمد على الهجم المرتده او الهجمات المرتده السريعه جدا، وده اللي نجح فيه فعلا، وقدر ان هو يقفل الملعب بشكل كويس قوي، وقدر ان هو في اخر ثلث ساعه يوصل بتغييراته، وانا برضو يعني هو ذكي جدا في تغييراته لانه قفل الجناب بشكل كويس قوي، وخلاص فتره معينه اخر نص ساعه او اخر 25 دقيقه عرف ان الناس خلاص اتشدت وبداوا يعني يستسلموا للامر الواقع، الدوافع تقل والطموح يقل، فابتدى زق حسين الشحات ويمكن طلع علي معلول قدام ونزل ايمن اشرف ونزل كمان محمد هاني، قفل الجناب بشكل كويس قوي، ويمكن الناس هجمت حسين الشحات يعني انا شايف من وجهه نظري ان هو عمل نقله كويسه في الثلث ساعه او 25 دقيقه اللي لعبها، يعني عمل خطوره كبيره جدا، قدر يوصل، عمل اضاع لكن عمل شكل كويس للفرقه وخفف بشكل كبير جدا الضغط على مرمى النادي الاهلي، يعني بقى يسحب الفرقه. طب القضيه بتاعه الهجوم او النقد مش هنتكلم عن لاعب واحد او لاعب بعينه، احنا بنتكلم عن تيم كله نجوم، والنتيجه نتيجه للفريق كله دايما، لو فيها يعني فوز او انجاز بيتحقق باذن الله بتبقى محسوبه لجهد الجهاز والفريق كله.